السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا وإلى آخر الصور الجوية. مثل ما نشاهد هنا استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار في الأجواء على المناطق الواقعة شمال شرق شبه الجزيرة العربية، ونلاحظ أيضا كثافة السحب الممطرة التي تتشكل هنا وتتحرك باتجاه المناطق الشمالية للسلطنة، مع توقعات باستمرار أمطار الخير خلال اليومين القادمين. هنا نموذج التنبؤات العددية للأمطار المتوقعة للنهار القادم، ومثل ما نشاهد هنا للاستدلال فقط اتساع رقعة الأمطار خلال ساعات النهار القادم على معظم المناطق الشمالية ومحافظات ولاية السلطنة هنا، ولكن معظم الأمطار تتركز مثل ما نشاهد الأمطار الغزيرة تتركز هنا على بحر عمان، ومثل ما أسلفنا هو فقط للاستدلال، والفرص جيدة لتواصل أمطار الخير مثل ما نلاحظها هنا أيضا من حركة الرياح التي تستمر جنوبية شرقية قادمة من بحر العرب، وتعمل على ضخ كميات جيدة من بخار الماء تساعد في عمليات تكون السحب. والبحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له 2.5 متر. هنا في محافظة مسندم أيضا الرياح تبدو جنوبية غربية غرب المحافظة في حدود 15 عقدة، والبحر متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له 2 متر. أما على سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان فتبدو الرياح شمالية بين 10 إلى 15 عقدة، والبحر متوسط الموج، وقد ترتفع الأمواج أحيانا مع تواجد بعض السحب الرعدية في عرض البحر، ويصل أقصى ارتفاع للموج 2 متر. إذن مباشرة إلى التفاصيل. في محافظة مسقط مثل ما ذكرنا فرص جيدة لأمطار متفرقة بين حين وآخر، و27 درجة مئوية، والأمطار قد تكون رعدية هنا على جبال جنوب الباطنة مثل ما يبدو في الرستاق، وفي صحار أيضا فرص الأمطار تبدو حاضرة بإذن الله، وقد تطال شمالا هنا محافظة مسندم مثل ما يبدو واضحا في خصب، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 30 درجة مئوية. إبرة وشمال الشرقية أيضا الفرص فيها مهيئة لأمطار الخير، وأيضا هنا مثل ما نشاهد في نزوة في الداخلية بشكل عام فرص لأمطار رعدية، وفي الظاهرة مثل ما يبدو هنا في عبري أمطار رعدية متفاوتة الغزارة، وفي البريمي 26 درجة مع فرص لبعض الأمطار وربما بعض السحب الركامية التي تتسبب في تساقط حبات البراد. في صلالة بمحافظة ظفار الأجواء أكثر استقرارا، تواجد بعض السحب و27 درجة مئوية 30 في ثمريت، وفي هيمة 31 درجة أيضا مع تواجد بعض السحب. في جزيرة مصيرة تواجد أيضا بعض السحب المنخفضة بين حين وآخر، و27 درجة مئوية 26 هناك في الأشخرة، وفرص لبعض السحب الممطرة، وتبقى فرص الأمطار أيضا حاضرة هنا في جنوب الشرقية بشكل عام مثل ما نشاهد في صور، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة للنهار القادم 30 درجة مئوية. إذن دائما وأبدا نتمناها أمطار خير وبركة بإذن الله. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.